أول آية قرأتها عيد اقرأها مرة أخرى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أول آية قرأناها، فيها الغاية من خلق الجن والإنس. قال السائل للشيخ سعود، يقول: هناك آية أخرى فيها قول الله سبحانه وتعالى، ها، ولا يزالون، ها اقرأ. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. تمام. يقول: ولذلك خلقهم. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من يجمع ما شاء الله؟ أنت صاحبنا في الفجر؟ إيه ما شاء الله. يلا أنا نويت أعطيك كتاب، لما وصل الكتاب الحمد لله أعطيك دعاء الآن. نعم، الله أكبر. يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه إرادة شرعية، والثانية إرادة كونية. صحيح اختلف، بعضهم آمن نسأل الله من فضله، وبعضهم كفر نسأل الله السلامة، فما في تعارض في القرآن. والمشكلة عندنا في أننا نسمع اليوم كثير ما يسمع عندنا للمتشابه، صح الشيخ؟ وهذا يعني في الوقت الضائع الآن أتكلم فيه. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا شيخ. يا أخواننا، كثير اليوم إلا من رحم الله، وبحسب هذه المواقع التواصل وكذا، وأصبح منبر لمن لا منبر له. صحيح والله. ويتكلم الرويبضة، ويتكلم الجاهل، ويتكلم حتى من لم يعرف بالإسلام ولا بالعلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما تسمع لهم. من العجب أنك تسمع في هذه الأيام من يسمع ويرسل لك حتى، ها، يرسل لك إيش؟ مقاطع فيها موسيقى ويقول فيها وعظ. صحيح والله. ويقول في آخر، يرسل لك آخر المقطع يكتب إيش؟ انتبه، المقطع فيه موسيقى. أو مرأة سافرة تدعو إلى إيش؟ إلى الإسلام. صحيح والله. أو يرسل لك سب، نعم سب والطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عجيب والله، عجيب هذا. بالله لو هذه أمك أنت، ترسل المقطع؟ ها؟ والله ما ترسل. كيف تطيب نفس مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يسمع سب في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يسمع سب الصحابة رضوان الله عليهم؟ الطعن يا أخواننا في الصحابة رضوان الله عليهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. الذي يطعن في الصحابة فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل القوم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وطعن في دين الله لأنه نقل لنا الدين. كيف نطعن في أناس نقلوا لنا الدين؟ إذا معناه نقل لنا الدين من؟
وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن المرء على دين خليلي، وقال لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام وصادق بلا قسم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وطعنه الصحابة، هذا واضح. أي إنسان يسب الصحابة اسأله، قل هل أنت من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة؟ إيش يقول؟ لازم يقول لا، صح؟ تقول هل أنت من الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم عندما هاجروا مكة المدينة؟ لابد يقول إيش؟ لا. تقول وأنا أشهد أنك لست من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الشعبي رحمه الله، يقول لو تسأل اليهود من خير أصحابكم ما استطاع أن يقولوا إلا الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، ولو تسأل النصارى من خير أصحابكم ما استطاع أن يقولوا إلا الذين كانوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ولو تسأل بعض الفرق الضالة اليوم من شر الأصحاب يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أكثر المشاهدات لمن يسب الرب، يسب الصحابة رضي الله عليهم، يسب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يسب علماء الإسلام علماء السنة، يسب البخاري، يسب هؤلاء، أكثر مشاهدات من أهل السنة إلا من رحم الله، صح أو لا؟ وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لا يمكن نسمع السب والاستهزاء. ثم يا أخواننا، أنت تأخذ الدين من من؟ من واتساب ولا تليجرام ولا يوتيوب ولا كذا؟ وتأخذ من أي أحد؟ قال إن هذا العلم دين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كان هناك رجل يسمى عبد الله بن صبيغ في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كان هذا يتبع المتشابه، يعني يتبع أشياء الشاذة، الفتاوى النادرة الشاذة، يبحث عن المتشابه يأتي به. فأخذ عمر رضي الله عنه وأحضره إلى المدينة، كل يوم يضرب عمر رضي الله عنه، وبعد الضرب يدخل إلى السجن. تعب عبد الله بن الصبيغ من هذا، كل يوم يضرب إيش ويسجن. فقال يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، ريحني، يعني اليوم اقتلني وانتهى الموضوع، تضرب وتسجن وضرب وسجن وفي النهاية قتل، اقتل اليوم إذا أردت قتلي، وإذا أردت تأديبي فقد تأدبت، لا أعود للمتشابه أبدا. ترك عمر رضي الله عنه وأرسل وراءه أبو موسى رضي الله عنه، ما عاد إلى المتشابه أبدا عبد الله بن الصبيغ، حتى مات عمر فجاء الشياطين، شياطين الإنس، إلى عبد الله بن الصبيغ وقالوا مات عمر، ذهبت الدرة، لا ضرب ولا سجن، تعود إلى المتشابه؟ قال لا أعود، أدبتني درة عمر، والله بعض الناس لا يتجرأ أن يتكلم على شرطي، لكن يتجرأ يتكلم على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما بقي له في العلم ولا في البحث ولا في السؤال إلا عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا عن حاطب رضي الله عنه. من دافع عن حاطب يا إخواننا؟ من الذي دافع عن حاطب؟ من؟ الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على كل موحد يدافع عن حاطب رضي الله عنه، فما نستطيع نتكلم بكلمة في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، في حق الصحابة رضي الله عليهم علماء الإسلام. وقالوا الذي يطعن في أحمد رحمه الله زنديق، لماذا؟ لأنه أحمد؟ لا، لأنه إمام أهل السنة، والطعن فيه طعن
في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوانا هذه المسألة مهمة جدا، السماع اليوم لهذه المقاطع والمشاهدات والتي تأتي، نسأل الله عافية والسلام. موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يلين الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.